ايه اللعيب اللي كان هناك مشكلة مع كهربا؟ ابرز اللي حصل ايه؟ حكى لكم ايه اللي حصل؟ يعني الناس عايزة تعرف ايه اللي حصل. يا اخي والله الحاجة دي بتحصل خلافات عادي جدا ما بين اللاعبين جوا الملعب، لكن احنا بالنسبة لنا اي حاجة ان شاء الله جوا الملعب ان شاء الله بتتنسي جوا الملعب، والناس بتطلع بيكون روح رياضية، والكلام برضو يعني ان شاء الله نحن بنوجه انه الكلام عندنا هناك تاني في الملعب. فالحاجة اللي حصلت حاجة عادية، بمناوشات عادية ما بين اللاعبين، فنحن متحفظين على انه الحاجه اللي حصلت وكده، ما يعني حتى اللاعبين متحفظين، ما فيهم زول يتكلم في انه اللي اتقال شنو واللي ما اتقال شنو، فدي لغه اللاعبين جوا الملعب ما بينهم يعني. فالحاجه دي ان شاء الله ما حاجه ان شاء الله حتاثر على العلاقه ما بين الاهلي وما بين المريخ، وعادي يعني الناس كلها جوا الملعب بيكون دمها حار وكده، بتحصل المناوشات دي عادي جدا جدا، يعني ما حاجة غريبة علينا، ونحن لعبنا في أفريقيا كتير ولعبنا في الوطن العربي، وحاجات طبيعية يعني بتحصل لنا.